انكماش المراعي، غلاء الأعلاف والحرث العشوائي كابوس بات يلاحق موالي ولاية الهضاب العليا، إضافة إلى تناقص الوحدات العلفية في مساحات كبيرة من المراعي، لا سيما بالبيوض والقصدير والسفسفة، ما جعل الموالين من البدو الرحل يعجزون عن مد مواشيهم بالأعلاف الضرورية بعدما تعدت أسعار هذه الأخيرة مستويات قياسية، ناهيك عن ظروف عرض المواشي بالأسواق المحلية والتي تفتقد إلى أدنى شروط مزاولة مثل هذا النشاط الاقتصادي الهام بالمنطقة. احنا عدنا الغلم هذه هي خليفة الحاشم سعود، وكتمشي علينا الغلم هذه كل الشعب هذا يكمل، واليوم العلف داروا لنا في 300 و320، والبلاد زيقوها علينا، داروا لها دار وكل دار بلحموا لها وسكن فيلاج، رانا مقبونين. العلف راه غالي وما كانش التنفيذ، يقولون نعطوكم عرطل للشيان خلصونا خطر في الشهر، في العام نخلصوا شهر، والبلاد راه ضيقة عنا. قلت لك الأولية من جهة العلف، حنا راهم يقولون لنا باللي العلف كاين ونسمعوا في الإذاعة راهم يعطوا العلف، وحبة ما يعطوها لناش، رانا نشرو العلف غايب بالغليان. زرع رانا دايرين ودرنا الجريده ودرنا كذا، بصح حبه ما ديناهاش، هذا عام ما ديناش حبه. اللي قال لك موال دير حبه، زيد بزيد السلوك، الناس داير السلوك ويقول لك الفلاحه وراه داير الخضره ما كان والو، حازوا الموال ما لقاو كاع منين ياخذوا، ذاك الموال راهم غير يحوزوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونزيد اضافه بالنسبه اللي قالها الحاج، احنا عندنا السوق هذا ماهوش منظم، خاصنا النظام في السوق، ما من عادم المرافق، ما فيه لا مرافق لا والو، وزيد الاراضي الرعويه ضيقه، الناس ما عندهاش وين تقود زويلها. وأمام هذه الأوضاع المزرية، فإن موال المنطقة يرفعون نداء استغاثة إلى المسؤولين لإدخال إصلاحات واسعة على القطاع وتشجيعهم لمضاعفة الإنتاج وحماية هذه الثروة المهمة من الزوال وقطع الطريق على السماسرة والمهربين.